السلام عليكم. القدرات في الألعاب دائما متفاوتة، في منها الخارق اللي تتمنى يصير صدق، وفي منها الغريب اللي ما ودك تشوفه في أي لعبة ثانية. اليوم راح نتكلم عن هذه القدرات الغريبة لبعض الشخصيات في الألعاب. بوغرمان بيك أند فليك أدفنتشر. هذه اللعبة ثنائية الأبعاد وبطلها الخارق اسمه سناري راغزديل، وهو شخص طبيعي في اليوم الطبيعي، لكن لما أحد يحتاج المساعدة ولا طاح في مشكلة يروح يبدل لبسه وتشوف شخصيته الثانية بوغرمان أو رجل المخاطر لزج. هذا البطل قدراته القوية مقرفة، يقدر يطلع غازات من مؤخرته وفمه في أي وقت يبغاه، وهذا هو الطريقة المثالية لقتل الوحوش في وجهة نظره. اللعبة فيها 20 مرحلة، وكل نهاية مرحلة فيها لغز، وعندك برضو زعماء تقدر تقتلهم بمخاطك اللزج من خشم الشخصية. اللعبة عجبت الكثير مع انهم ذكروا انها مقرفة، الا انها استمتعوا فيها. مكافأة اللعبة لك لما تنهيها انها تعطيك ذخيرة لا نهائية من الغازات، فتقدر تطلق العنان وتطير لما تجي شاشة الكريدتس. كاتما أريدا ماشي. في هذه اللعبة أنت أمير وأبوك ملك المجرة، ويوم من الأيام بمزاجه قرر يمسح المجرة. بعد ما مسحها جاء لك وقال لك كوكب الأرض كلها قرابيع وأغراضه كثيرة، راح أنزل للأرض وقعد جمع هذه الأغراض. القدرة الغريبة اللي عندك هي كورة راح يلصق فيها كل شيء، وكل ما جمعت عليها أغراض زيادة راح تكبر الكورة، وبتقدر تجمع أغراض أكثر وأكثر ويكبر حجم الكورة. أول مراحل اللعبة راح تجمع فيها قطع صغيرة مثل الجبابيس ومفاتيح، في آخر مراحل اللعبة راح تبدأ تجمع البشر بيوتهم، وبعدها سفن وعماير حتى تنظف جزء معين من كوكب الأرض. سبب تجميعك لهذه الأغراض هو حتى تكون كواكب ونجوم من جديد بعد ما دمرها ملك المجرة. اللعبة هدفها غريب مرة، لكن تعطيك إحساس ممتع بنفس الوقت، لأنك فعليا جالس تدمر الأرض، لكن الموسيقى المرحة ورسوماتها تحاول تنسيك أنك جالس تدمر الكوكب. مترويد. سلسلة مترويد شقت طريقها الخاص وصنعت أسلوب لعبها المميز اللي نشوف كثير من الألعاب الاندي الفترة الأخيرة مستوحاة منها. في هذه اللعبة راح تلعب بالباونتي هانتر سامس اللي تتجول في المجرات حتى تجمع الدران. كل لعبة لها دائما تبدأ فيها معك كل المهارات، بعدين يصير شيء لسامس يخليك تفقد كل مهاراتك، ولازم الآن تخوض المغامرة في كوكب وتروح تجمع القدرات من أول وجديد، مثل السلاح الثلجي والصواريخ المختلفة. والقدرة اللي بنتكلم عنها هي قدرة المورث بول. هذه القدرة بقدرة قادر تقدر تخلي سامس حرمة طولها يصل إلى 190 سنتي إلى كورة صغيرة مرة تدخل في الحفر والزقاق الضيق. وغير هذا بعد تقدر تحط قنابل وهي متكورة. شلون هذا الشيء يصير ما توقع أحد يدري حتى نينتندو، لكن هذه المهارة أضافت شوي من التنويع وزادت حس الاستكشاف فعجبتهم وحطوها. لعبة كونكر كانت واحدة من أغرب الألعاب اللي صدرت، لأنه لما تشوفها تقول وش هاللعبة المنصات اللطيفة، لكن هي فقط لطيفة مظهريا مبدئيا، لأنه بمجرد ما تروح الطبقة الأولى من اللعبة راح تشوفها على حقيقتها، والحقيقة هي قذيرة. اللعبة من أولها لآخرها فيها سب بشكل غريب، وبنفس الوقت تحصل فيها زعماء غريبين عندهم قدرات ما ودك تشوف أحد يسويها، وأحدهم الزعيم اللي اسمه مايتي بو أو البراز العظيم. أول ما تقابله راح تسمعه يغني بأعلى صوته، وبعدين لما تخرب عليه بيبدأ قتالك معه، فتوقع ما يحتاج أقول لكم وش راح يحاول يرمي عليك، شيء مرة مقرف ومن اسمه يمديك تعرف وش راح يرمي عليك. Gravity Rush 2 واحدة من أفضل حصريات البلاي ستيشن 4، وبالنسبة لي أعتبرها الأفضل. هي لعبة نزل الجزء الأول حقها على جهاز سوني المنسي بلاي ستيشن فيتا. للي ما يعرف اللعبة هي من تطوير استديوهات سوني اليابانية، وهي لعبة عالم شبه مفتوح تقدر تسوي فيه مهمات رئيسية وجانبية وتشارك فيه بعدة أنشطة مختلفة. وبطلة اللعبة هي بنت فقدت ذاكرتها، لكن عندها قطوة تعطي شخصيتك القدرة على التحكم بجاذبية جسمها، بس من اللحظات الأولى راح تطير وتلعب بالجاذبية على راحتك. والعالم والمدن المختلفة مصممة بشكل مرة ذكي يخليك تستغل هذه القدرة بشكل ممتع، يخليك ما تقدر توقف لعب. وهذه كانت 5 ألعاب فيها قدرات غريبة وعجيبة. شاركونا بالتعليقات بألعاب لعبتوها وكان فيها قدرات غريبة. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.